انا عايز استاذن هنا وانا بجدد الترحيب مره ثانيه استاذ محمد جبران على مساله دلاله عدم ادراج مصر في هذه القائمه، وصولا الى انه احنا هنتناقش اكتر على مساله المطالبات بتاعه عمال مصر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك على الدعوه. ده نورتنا. طلع ربنا يخليك. طبعا هو يعني لما نيجي نحلل كده ان مصر لاول مره من فترات طويله لا تدرج على القائمه الطويله والقصيره اللي هي القائمه السوداء دي، ليها مدلول كبير جدا ان في شغل على ارض الواقع، شغل من وزارة العمل أو وزارة قوى العمل، وأنا أحب أن أنا أسميها وزارة العمل الفترة اللي جاية، وده أفضل لنا. وفي نفس الوقت في شغل من النقابات، وده اللي احنا عملناه الفترة اللي فاتت، أن احنا ابتدينا نتعامل مع المنظمات بشكل محترم وشكل في نوع من أنواع التعامل الجاد، وابتدينا نتعاون معهم علشان نوصل للنتيجة دي. هم الناس بيشتغلوا جاد، ما بيهرجوش، شافوك اشتغلت فبيقول لك لا الناس دي ماشية على الطريق السليم، وابتدوا واخد بالك وراحوا شايلنا من القائمه السوداء. القصه ان احنا كمان نكمل احنا النهارده. طب انا بس عايز ارجع زي ما قال اخويا عبد الوهاب، هي لما احنا ليه بندرج على القائمه السوداء وايه النتائج السلبيه اللي على مصر؟ انا هقول نتيجه واحده ويمكن الناس هتفهم، ان الشركات الكبيره، واخد بالك دي شركه من الشركات الكبيره احجمت على الاستثمار في مصر، وكان حجم الصادرات لنا 150 مليون دولار، احجمت عن العمل في مصر. ليه؟ لان هم الشركات الكبيره دي ما بتشتغلش لما انت مصر بتكون مدرجه عن القائمه السوداء. فانت النهارده انت كده بتفتح الاستثمار، بتفتح للشركات وبتقول لهم احنا ماشيين على الطريق السليم. دي اول خطوه بنقول للناس اللي هم الناس اللي بيفكروا بيقولوا لا ما فيش استثمار، احنا عايزين الناس الجادين، احنا عايزين الناس اللي تشتغل في المصانع، عايزين الناس اللي تشتغل واخد بالك في العمليه الانتاجيه، مش عايزين بقى خلاص كفايه بقى الحاجات اللي هي يعني غير مهمه للشعب المصري. فاحنا الشركات الكبيره هتيجي ان شاء الله بعد اللي حصل ده، شغل كبير جدا من وزاره قوى العمل من النقابات، فعلا كان في منظومه. ويمكن زي ما قال الاستاذ عبد الوهاب، المدلول الثاني كمان ان كل القوانين زي ما قال في خطاب الرئيس، وعمل لنا ورقه عمل من 10 نقط، ال10 نقط دي واخد بالك المفروض ان احنا نيجي السنه الجايه في ان شاء الله في عيد العمال نقول يا فندم ال10 نقط خلصناها. وخلي بحضرتك في عندكم نقطة مهمة جدا، هو الإعلام. عمل حملة قومية لتوضيح قيمة العمل واخد بالك والعاملين. يعني إيه حضرتك؟ يعني النهاردة لازم حضرتك الإعلام، وده دور حضرتك بقى، أنت أنا عارف إن أنت ما بتسيبش حاجة من غير ما تحللها، أنا قاري الحتة دي كويس جدا. لابد إن إحنا نبتدي نوضح للناس، لأن الناس عندنا في مصر بيبصوا للمؤهل المتوسط بصة دونية. أكبر خطأ. لابد ان احنا نوضح للناس واخد بالك، وشوف بره النهارده يمكن التجربه الالمانيه في التعليم المزدوج هي، ودي اللي احنا بنسميه التعليم المزدوج عندنا، هي النجاح لمصر. لابد ان احنا نقوي هذه النقطه ونوضح للناس، والاعلام يوضح قيمه ان النهارده المؤهل المتوسط ده اشتغل شغلانه كويس وشغل شغلانه محترمه، ما نسفهش من دوره علشان المجتمع يغير الفكر. اهم حاجه يغير الفكر، لو ما غيرتش الفكر زي ما انت حضرتك. طب انا قبل ما اطلع الفاصل هعلق على النقطه دي تحديدا. انا بشوف انه قبل ما الاعلام يقوم بهذا الدور هنرجع للاصل في الموضوع. الاصل في الموضوع انه كان في اهمال شديد للتعليم الفني اللي موجود في مصر حقيقة. وبالتالي الكوادر اللي خرجت منه، وده مش بارادتها، ده بسبب الاهمال اللي الدوله عملته في الاستثمار في التعليم الفني فيما سبق، وبالتالي الكوادر اللي خرجت، ولادنا الطلاب اللي خرجوا من التعليم الفني ما كانوش على قدر المنافسه المطلوبه، لا على صعيد تطور صناعي محلي المفروض يحصل، ولا على تطور صناعي وتقني المفروض يحصل في الاقليم بشكل عام، ولا على مستوى العالم. وبالتالي ده اللي جذر لهذه النظره اللي انا بشوفها دايما نظره خاطئه جدا. لما نبدأ نشتغل على تطوير التعليم الفني، وده بدأ بالفعل خلال الفترة اللي فاتت، وأصبح فيه عندي التعليم الفني المعروف اللي احنا كنا نعرفه من زمان بدأ يتطور كتير وحصل اهتمام في المدارس بتاعته، ثم التعليم التكنولوجي اللي أصبح موجود، المدارس التكنولوجية اللي بدأت تكتر وتنتشر. أنا شفت ناس زملائي هنا بيسعوا سعيا مذهلا عشان يلحقوا ولادهم اللي واخدين تالتة سنة، يعني اول واخد تالتة اعدادي وناجح وجايب درجات كبيرة ويخش ثانوي عام عادي خالص، بس عاوز يخش التعليم التقني ده. لما انا هشوف المخرجات بتاعة التعليم هنا، المجتمع بالطبيعة الحال يبدأ ينظر نظرة مختلفة ومغيرة تساعدني بقى انا بشتغل على مسألة رفع معدل الوعي بقيمة هذا النوع من التعليم.